هذا نحن الآن في بداية المشوار، والريحة أعطت النزاعات والخلافات والتفويتات، فهمتين ولا لا؟ يجيبوا لنا شخص واحد من هاد 5000 مستشار اللي كانوا عندنا، اللي فوت الرسول وفوتت له شي جماعه شي بقعه ارضيه باش يبني فندق ولا يبني مقهى ولا يبني، يجيبوا لنا شخص واحد ماشي 10. فكان هاد المرحله هذه هي مرحله استثنائيه بالنسبه للعمل الجماعي. غادي يقدر شي واحد يجي يقول لي السي عبد الاله انتم الاخوان ديالكم معظمهم اساتذه ومعلمون وكذا الى اخره، قليل فيهم الناس اللي جايين من كيعرف، يمكن يكون هذا الشيء صحيح، ولكن ديولنا كيجيو ثلاثه د الحوايج: الاول النيه الحسنه، والثانيه الاجتهاد، والثالثه لو بون سونس. هذا لو بون سونس باقي ما لقيتوش بالعربيه، انا لقيتيه وقولوها ليا. ها الحس السليم، المهم لو بون سونس هو لو بون سونس والشجاعه وكيتاخذوا القرار وكيتحملوا المسؤوليه، فهمتيني ولا لا؟ وهذا الشيء هذا الحمد لله، لان دابا واحد القضيه بزاف ديال الاخوان من بعد هاد النتائج شعروا بالانهيار النفسي وما فهموش، وقال لك السي عبد الاله علاش هاد الدوله ديالنا ما بغاتناش؟ جينا حنا من النهار اللي بدينا في هاد الحياه السياسيه من 92 مع الدكتور الخطيب، وحنا كنحاولوا غير نديروا داك الشيء اللي فيه المصلحه ديالها، كنحاولوا غير نديروا داك الشيء اللي فيه المصلحه ديال المواطنين. يدينا نقيه الحمد لله، يعني عملنا كذا وكذا، ملي بلادنا وقفت علينا سياسيا في 2011 لم نقصر الحمد لله، ساهمنا في انقاذ بلدنا من 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 ربيع عات واسوأ من الخريف، فهمتيني ولا لا؟ وعملنا وعملت يا سي عبد الاله اجراءات اللي نقدات الميزانيه ديال الدوله واللي 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 واللي، وجينا حنايا كنسيروا من بعد منك الجماعات وكنسيروا الحكومه وساهمنا في يعني في نفس الاتجاه، واذا به الدوله ديالنا دارت ماشي الدوله ديالكم. كاين ناس بطبيعه الحال يتضايقون منكم، يتضايقون من اشخاص من امثالكم، تيخصهم ما تكونوش انتم، ولكن تيخصهم يفهموا واحد القضيه، راه واخا يعملوا اللي يعملوا راه لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح. والناس الا كانوا غلطوا ولا غرتهم الوعود الكاذبه ديال 5000 درهم الشهر ولا 1000 درهم لكل واحد عنده فوق 60 عام او 65 عام وما نعرفش شنو الطلبه وما نعرفش شنو، فهمتي ولا غرتهم ديك الورقه ديال 4000 ريال ولا 6000 ريال ولا 10000 ريال وامثال هذا مما يقال انه هو الذي وتواطؤ بعض رجال السلطه ربما الى اخره. اذا كان هذا صحيح ففي الاخر الناس غادي يشوفوا شنو هو الواقع، وغادي يشوفوا شنو هي التجربه، ويتذكروا الناس اللي كانوا كيمشيو في السيارات العاديه، والناس اللي تنسمع عليهم دابا تيكريو السيارات ديال 150 مليون وهم في الجماعات. هذا الشيء هذا تنقرا غير البارح في الاعلام، ملي غتكري الطوموبيل ديال 150 مليون للمستشار شنو خصك تعطي للوزير؟ ملي كنت انا رئيس ديال الحكومه عملت الوزراء حد اقصى، ما كاينش اللي يشري سياره فوق 45 مليون، شنو ما كان؟ لدرجه ان سي الوفاء قال لهم راه الا بقى معكم انت السي عبد الاله في الحكومه راه غادي تجيو لهاد الديوان الملكي بالكرارس، فهمتيني ولا بالكرارس بالكارو قال لهم بالكارو. فلهذا الاخوان بغيت نقول لكم ارفعوا رؤوسكم، راكم شرفتيو بلادكم وشرفتيو الحزب ديالكم وشرفتيو الشعب ديالكم. معنى ذلك ان الشعب المغربي كيولد الحمد لله، اذا كان كيظهروا فيه بعض المرات بعض المفسدين كيولد الصالحين وتيولد الاتقياء وتيولد الناس اللي ما كينعزلوش على المجتمع، كيجيو بداك الشيء اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى والكفاءات اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى والاستقامه اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى باش يخدموا المجتمع ديالهم. اذا خصكم تعتزوا بالتجربه ديالكم وتفهموا واحد القضيه، ما كاينش تراجع.